انضم معنا لمزيد من التفاصيل من اسطنبول الاستاذ نظير النداوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. اهلا بكم استاذ نظير الى استوديو الرافدين. هناك نواب يطالبون بجلسه طارئه للبرلمان لبحث قضيه تزوير نتائج الانتخابات. العبادي ايضا يطالب بالتحقيق مع مفوضيه الانتخابات. كيف تقرا ما يجري؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. حقيقه هذه الدعوه للجلسه البرلمانيه للخروج من هذا النفق الذي دخلت إليه القوى السياسية في العراق بسبب النتائج الغير متوقعة التي أسفرت عنها، وهو بروز التيار الصدري بهذا العدد من المقاعد الذي أربك السياسيين الشيعة يعني مسيطرين على العملية السياسية في العراق. ما أتوقع أن يعني ما يتمخض عنه هذا الاجتماع للبرلمان هو ليس بالشيء الكثير، انما ربما سيخرج بدعوة لإعادة يعني التحقيق بالطعون التي قامت بها يعني الكتل السياسية. ولا اظن ان هذا الاجتماع سيستطيع ان يخرج العملية السياسية من هذا المأزق الذي دخلت فيه. على الرغم من ان البرلمان العراقي له الصلاحية بأن يأمر الحكومة يعني الحكومة بقيادة العبادي باتخاذ إجراء ملزم يعني الخروج من هذه الأزمة، لكن الاختلاف ما بين هذه المكونات لا أظن سيصل إلى مرحلة من التوافق للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. نعم، من المسؤول أستاذ نظير عن الفشل بالعملية الانتخابية؟ يعني يتحمل الملايين التي أنفقت في ظل وعود وتحذيرات مسبقة بفشل التصويت الإلكتروني والتزوير؟ يعني هي هذه الفشل الذي خرجت به العملية الانتخابية كان متوقع وليس مستغرب. يعني المفوضية التي تدعي أنها هي مفوضية مستقلة هي ليست في حقيقة أمرها مستقلة، بل هي متورطة في يعني تسهيل كثير من العمليات التزوير للأصوات، والأحزاب السياسية المتنفذة لها يد في هذه المفوضية. لذلك وصلنا إلى هذه الحالة المتردية والتي يعني جعلت من هذه العملية السياسية هي محط سخرية للمواطن العراقي. نعم. بل وزاد من شعور المواطن العراقي بأن هذه العملية السياسية ليس لها أفق مفتوح، إنما الأفق مسدود أمامها، ولربما السيناريوهات مفتوحة يعني في أعظم يعني حالاتها. ربما سيحدث شيء كبير إلا في حالة أصبح هناك توافق أمريكي إيراني للخروج من هذه الأزمة، بحيث يحقق النفوذان لهذين البلدين في الحكومة المقبلة. نعم، خبراء قانونيون يؤكدون بحق البرلمان بالتصويت على مشروع قانون يلغي العملية الانتخابية وتحديد موعد جديد للانتخابات. إذا ما تم ذلك، إلى أين برأيك يمضي العراق في ظل التوتر الحاصل وأيضا مفاجأة حصول تحالف سائرون على الحصة الكبيرة في هذه الانتخابات؟ يعني السيناريو الذي يؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية سيؤدي إلى تشكيل حكومة طوارئ بقيادة العبادي، وهذه الحكومة هي حكومة الطوارئ، هي غير مرغوب فيها لا إيرانيا ولا أمريكيا، وربما ستشعل الحراك السياسي وربما سيكون عسكري لتصفية الخصومات ما بين تلك الكتل. الآن بدأت الخصومة واضحة ما بين طرف التيار الصدري ومن معه من أحزاب مدنية، وربما يتآلف معه الأحزاب السنية وبعض الكرد، وبالطرف المقابل يعني ميليشيات الحشد المتمثله بقائمه فتح، بالاضافه الى نور المالكي والقوائم الصغيره الاخرى. وهذه الكتل السياسيه كلها لديها ميليشيات مسلحه، فاي حدوث اي شراره ربما ستؤجج الحاله يعني الخصومه بينهما الى قتال فيما بين تلك الميليشيات، وهو سيناريو غير مرغوب لا ايرانيا ولا حتى امريكيا. برايك استاذ نظير، الدور الايراني الى اي حد يملك ثقل لاخراج الحكومه كما يريد؟ هل هناك مفاجات من الممكن ان تحصل من ايران؟
والله يعني في على طول المسيرة التي حد يعني منذ 2003 ولحد الآن، في غالب يعني الخطط الإيرانية والمكائد والتي تفعلها يعني إيران غالبا ما تنجح يعني بالمقابل من الخطط التي تقوم فيها الولايات المتحدة، بمعنى أن النفوذ الإيراني متغلغل بشكل أكبر من النفوذ الأمريكي. لكن أمريكا الآن بقيادة ترامب هي تحاول أن يعني تقلل من هذا النفوذ عبر حكومة، لا أقول هي ضد النفوذ الإيراني، لكن على الأقل هي حكومة غير مطيعة في كل الأمور للحكومة الإيرانية. لكن ما أقوله أن يعني الفعاليات التي يقوم بها النظام الإيراني داخل العراق هي أعمق بكثير، لأن وسائله على الأرض أكثر بكثير مما للولايات المتحدة في العراق. أستاذ يعني نظير، نظير، أمام هذا العزوف الشعبي الكبير عن الانتخابات، ماذا تبقى من شرعية الانتخابات والعملية السياسية برمتها؟ كيف سيكون برأيك لهذا الثقل الشعبي المقاطع دور في التغيير في مستقبل العراق؟ هذا هو اللي يعني أردت أن أقوله، السيناريو الأخير، أن يعني عندما تصل كل السيناريوهات المحتملة إلى طرق مسدودة ولا يمكن الخروج من هذه المشكلة التي دخلت فيها العملية السياسية التي هي بالأصل غير شرعية منذ بداية الاحتلال، وقد أضافت هذه العمليات الانتخابية وآخرها التي حدثت قبل أيام دلالة واضحة على أن الشعب العراقي غير معترف بها العملية السياسية، وبالتالي هي غير شرعية. لكن من يدعم رؤية الشعب العراقي؟ لا توجد إرادة دولية لدعم رؤية الشعب العراقي بأن هذه العملية غير شرعية. لكن ربما سيكون الخروج من هذا النفق هو أن الشعب العراقي نفسه هو من يحسم الأمور، هو من سينتفض على هذه العملية السياسية التي ستحيل المجتمع العراقي إلى أحزاب مسلحة متناحرة فيما بينها، وممكن تتحول إلى حروب لأمراء الحرب بين هذه الأحزاب المسلحة. والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، وبالتالي ستكون الكرة في مرمى الشعب العراقي، هو من سيحسم هذه الأمور للوصول إلى نتائج ترضي العراقيين. وصلت الفكرة الأستاذ نظير النداوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.